وقفنا المره اللي فاتت عند ان احنا ازاي بنجنريت اي دي جديد لكل ريكورد بيتكرر عندنا في الموديل ايا كان طبعا الموديل ده ايه. تعالوا بقى يعني نطور شويه الكود بتاعنا وان احنا نبدا نخلي القيمه تبقى مور ادفانسد. يعني مثلا عايز اقول له لا ده انا ممكن اخليه يتحكم ومتعزل عايز الانيشال اي دي بتاعك قد ايه، عايز الاوتو انكريمنت باي قد ايه، او تزود كل ريكورد جديد بكام. فممكن اجي هنا ازود كونستنت او ستاتيك فاريبل جديد define the initial value of the ID. اقول له انا public static initial ID equal انا اخليها واحد، هو الديفولت بتاعي واحد. واعرف static variable تاني define the amount to be incremented by for the next generated ID. generated ID يعني عايز اعرف static increment id by بيساوي واحد. يعني دلوقتي عايز اقول له عرف لي ال initial id بتاعك اللي هو هيبدا بكام في حاله ان هو مش موجود، اللي هو في الكيس دي. الحاجه التانيه لو هو موجود بقى عايز تزوده بقد ايه، دي اللي هي في الكيس اللي فوق دي. فاللي احنا هنعمله ان انا عندي القيمتين دولت، هاجي هنا اقول له ابعت لي الانيشال increment by، فاقول له this dot increment ID by و this dot initial ID. فبالتالي ال generate next ID هيستقبل اتنين argument جداد اللي هي increment ID by دي هتبقى number ونخليها by default بواحد، واللي هي initial ID برضو دي type بتاعها number، طيب نخليها بواحد. اوكي انا دلوقتي ال increment ID by دي تشتغل في مرحلة ال update لان انا بزود، فبالتالي هغير دي زائد ال increment by، وهاجي تحت هنا اخد ال initial id دي خليها بدل ال default لان احنا قلنا لو هو مش موجود يبقى خلي ده ال initial id بتاعي. فن تعال نجرب دي مثلا، نغير اسم الموديل ده ونخليه مثلا users 2، ونخلي مثلا تعال نعملها من هنا مثلا نقول هنا at inherit doc public static initial id هنخليه مثلا 153 نمسح بس دي. وتعالوا نخلي at inherit doc public static increment id by نخليه مثلا ب 13. يبقى انا دلوقتي عندي اول ريكورد هتكريت هيبقى الاي دي بتاعه 153، ثاني ريكورد هتكريت هيبقى الاي دي بتاعه 166. تعالوا نشوف يارن ستارت. اوكي او عمل اول واحد الاي دي بتاعه 153. نعمل سيف مره ثانيه ونبص دلوقتي الاي دي يبقى بتاعي كام. يلا بقى 166. يبقى احنا كده قدرنا نتحكم، والله عايز اتحكم في الكومبوننت الموديل ده اقدر اتحكم فيه، عايز اخليه تبقى الديفولت بتاعي من البيز موديل برضه اقدر اتحكم فيه. دي طبعا ممكن قدام ان احنا كمان نزودها تبقى من ضمن الفيتشرز الخاصه بالكونفيجريشن. والله انت ممكن اروح عند الداتا بيز كده اقول له لا ده انت عايز مثلا الموديل، تعالى كده قول لي الانيشال اي دي بتاعك بقد ايه، انكريمنت الاي دي بتاعك قد ايه باي ديفولت لو انا عايز. دي ان شاء الله برضه هنعملها في الفيديوز اللي جايه، بس انا بقول لكم افكار ايه اللي ممكن يعملها ازاي تطويريه اكتر للحته ديت. اتمنى ان شاء الله تكون الجزء بتاع الاوتو انكريمنت بقى واضح. النقطه الثانيه ان احنا شفنا ازاي بنحط كاستم انيشال اي دي ونحط كمان كاستم انكريمنت اي دي. يعني دلوقتي انا عايز احدد معدل الزياده لكل للاي دي في كل عمليه اضافه، وبحدد كمان القيمه الاوليه لو انا اصلا الكوليكشن دي مش متخزنه عندي في الداتابيز. وبس كده نشوفك على خير ان شاء الله. يعني لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لو انت مش مشترك في القناه فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم على خير.